يا مساء الخير، تحياتي ليكم في بدايه حلقه النهارده من السادسه. والحقيقه مش قادر ابدا حتى الحلقه اقول لكم هارد لك، لانه الموضوع ملوش اي علاقه لا باللك ولا بالحظ ولا بالتوفيق. الحقيقه مشوار الاهلي في فبراير عموما ما يطمنش، ومش احسن حاجه ممكنه على الرغم انه بدايته كانت قويه جدا. انت بتتكلم على 8 ماتشات لعبناهم في شهر فبراير، منهم 4 في كاس العالم، منهم 2 في دوري الابطال، ومنهم 2 في الدوري المحلي. الاهلي فاز في 3 مباريات واتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين. خلينا نتفق، او خسر 3 مباريات، خسر 3 مباريات، اتعادل مباراتين، وفاز في 3 مباريات. فوزين حققناهم في كاس العالم، وفوز حققناه على اسوان، وخسرنا طبعا مباراتين في كاس العالم، وخسرنا من الهلال، وتعادلنا مباراتين سان داونز في دوري الابطال، و اخيرا اخر مباريات شهر فبراير كانت مع الداخليه. وانا عندي كلام كتير حقيقه محتاج اتكلم فيه مع كل الاهلاويه. انا عارف انك انت غضبان، وعارف انك انت متضايق، والحقيقه يمكن يعني، وخليني اقول لكم الواحد بصراحه بمنتهى الصراحه يعني، كل ايام الاسبوع شبه بعض الا اليوم اللي هيلعب فيه الاهلي. يعني الواحد لما بيصحى يوم الصبح عارف ان النهارده في اخر اليوم في ماتش النادي الاهلي، اليوم ده مختلف، احساسك فيه بيبقى مختلف، بتبقى حاسس بالسعاده، بتبقى مستني وجبة كده كروية ممتعة في آخر اليوم. والقصة هنا مش قصة بس مكسب وخسارة، يعني وبالتالي يعني كتير من جمهور النادي الأهلي بالذات اللي بيحبوا الكورة، الناس اللي بتعشق الكورة، الناس اللي شجعت الأهلي مش عشان بتحب بس الأهلي، كان كمان عشان بتحب الكورة، بيبقوا منتظرين وجبة كروية ممتعة. يعني أنا مستني أشوف 90 دقيقة أمتع نفسي فيهم، مستني أشوف 90 دقيقة يشبعوني كورة. القصه مش قصه ان انا كسبت وخدت 3 بونت وبنافس على اللقب وجبت بطوله. بالنسبه لقطاع عريض، انا بتكلم عن قطاع عريض من الجماهير، في ناس بتستنى كوره الاهلي، وكوره الاهلي حتى في وجود مكسب في مباريات كتيره جدا غايبه بقالها فتره، غايبه بقالها فتره، شخصيه الاهلي في الملعب غايبه بقالها فتره. وده بالنسبه للي جاي مقلق، بالنسبه للي جاي، واللي جاي صعب جدا 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 على اي فريق في الدنيا مش بس على النادي الاهلي. والحقيقة أن الرهان دايما على فكرة، طبعا كل التقدير ده مش تقليل أبدا عشان كلامي ما يتفسرش غلط أو السوشيال ميديا تشتغل عليه بشكل غلط، بالتأكيد دور جمهور نادي الأهلي دور عظيم عظيم، ما حدش يقدر ينكره. على مدار تاريخ ولحظات ومباريات وبطولات كان الجمهور عامل الحسم فيها، فكل التقدير لجمهور الأهلي. وروح الفانيلا الحمراء بجد بجد لما بتكون حاضرة بتصنع الفارق، لكن أنا نفسي بصراحة ما يبقاش بس الرهان على الجمهور وعلى روح الفانيلا الحمراء، أنا يبقى الرهان كمان على فريقنا، على نجومنا، على لاعبتنا، على نجوم النجم واحد فيهم يشيل فرقة بحجم النادي الأهلي، وهم كتار قوي. يعني ممكن أرجع بيكم للتاريخ، أساطير كانت شايلة وبتحرك الفرقة وكانت موجودة وقت ما بتتأزم الأمور، أو وقت ما بتبقى الأمور في منتهى الصعوبة، في ماتشات، في بطولات، في اوقات كتيره جدا كانت بتبقى هي عامل حسم، لا مستنيه روح الفانيلا الحمراء ولا مستنيه الجمهور العظيم اللي واقف في ظهر الفريق. النجوم دي للاسف شديد غابت. مش عايز اكون في منتهى القسوه، لكن الحقيقه قسوه حاصله بشكل عنيف في يعني حفل التقطيع على النادي الاهلي على كل المنصات، يعني سوشيال ميديا تلاقي، برامج متخصصه تلاقي، محللين تلاقي، لا مستر كولر ولا لعيبه النادي الاهلي فلتت من حفله التقطيع. انا كلامي بس للجمهور هنا، اذا كنت بتكلم مع الجمهور الاهلي، انه خدوا بالكم هو مش وقته، وقت الحساب مش وقته، لانه احنا عندنا مباراه بجد حياه وموت. ماتش السبت بالنسبه لنا هو يا اما نكمل في دوري الابطال ودي اهم بطوله عندنا السنه دي او السيزون ده على اقل تقدير، يا اما وما اتمناش ان السيناريو ده يحصل ابدا ابدا ابدا. في جزء لابد ان احنا نعترف بيه عشان نكون موضوعيين، انه الاهلي بيدفع ضريبه 4 مباريات من العائد الثقيل بدانا بيهم فبراير. يعني الفرقه لعبت 4 ماتشات نهائيه، 4 بطولات قارات في مطلع الشهر، في فتره لا تتجاوز 11 يوم. فبالتاكيد بالتقيل، وهكون اكثر صراحه لما اقول لك انها فوق طاقتنا وقدراتنا. مع كامل الاحترام طبعا النادي الاهلي، ما حدش هيزايد على حبي ولا على انتمائي للنادي الاهلي، لكن المجهود اللي بذل في الاربع لقاءات دول اثر علينا الشهر كله، سواء في الدوري او في دوري الابطال. فمحتاجين نقوم بسرعه، محتاجين نقوم بسرعه في ظل كمان للاسف الشديد يمكن اللي بيزيد من صعوبه الموقف هي الغيابات اللي اتفرضت علينا قبل مواجهه القطن،
الكاميروني، مباراة لا تحتمل القسمة على اتنين، فالرهان على الجمهور اللي يقدر يقوم الفرقة ويساندها رغم كل الملاحظات أو كل المشكلات اللي حصلت في على مدار المباريات الأخيرة في دوري الأبطال مع الهلال ثم صن داونز، أو التعادل حتى المفاجئ، مباراة 90 دقيقة يعني مش عارف أقول لك إيه بصراحة. يعني أنا في الآخر خالص قلت طب يلا مش مشكلة، إيه يعني، هي مباراة وعدت وخدنا الثلاث نقاط وخلاص. فإذا بي فجأة شباك الشناوي بتستقبل هدف مفيش حد كان متوقعه، مفيش حد كان متوقعه، فتحس انه الضغط عالي مره واحده. في حاجه مش مفهومه بتحصل، يعني في حاجه مش مفهومه للاسف الشديد جدا بتحصل. والكلام كمان اللي يمكن يكون قلق الاهلاويه، يعني في الدوري انت الى حد كبير معاك افضليه ومعاك اريحيه في فكره الفارق في النقاط، فباذن الله باذن الله تقدر ترجع مره تانية وتستعيد مستواك، والمنافسه موجودة بس ما هياش اللي تخوفك، لكن المنافسة اللي بجد في دوري الأبطال في 4 ماتشات مطلوب منك فيهم العلامة الكاملة. لو ما حصلش مطبات لسان داونز والهلال، ودي شوية مستبعدة باستثناء المواجهة اللي هتجمع بينهم هما الاتنين، في واحد منهم هيقع. لكن اللي جد الجد كمان إذا كنا بنفكر يعني ورايحين ننافس بجد، فأنا كلامي طبعا على البطولة العربية وعلى السوبر ليج، وفي دي هيكون عندنا بريك اعتقد انه لابد ان احنا نستغله افضل استغلال على كل الاحوال. طيب عندنا كلام كتير على ماتش القطن، والقطن بالنسبه لنا فريق مجهول، موقفه في البطوله مش احسن حاجه، بيلعب معانا باريحيه كبيره لانه فرصه تكاد تكون منعدمه، موقفه في الدوري الكاميروني حتى بيقول انه مش فريق من العيار التقيل، لكن ما بخافش اكتر غير من دول زي ما حصل مع الداخليه امبارح. هنتكلم عن كل التفاصيل. خليني اقول لكم انه فرقتنا النهارده راحه، من بكره ترجع تستأنف استعداداتها لمباراه يوم السبت ان شاء الله اللي هتتلعب الساعه 6 في او على ملعب الاهلي ويا السلام، وهيكون حاضرها 10,000 مشجع او 10,000 من الجمهور نادي الاهلي ان شاء الله هيكون مسموح لهم بحضور المباراه. نتمنى ان شاء الله الجمهور ما قصرش في مباراه سان داونز، ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه يكون ليه دور كبير في مواجهه السبت اللي جاي. طيب فاصل ونرجع نبدا حلقتنا مع حضراتكم. قصة الأهلي والقطن الكاميروني اللي يمكن فقد كل حظوظه في التأهل، أمله الوحيد إنه يرجع ينافس هو إنه يحقق مكسب قدام النادي الأهلي، وده في حد ذاته واحدة من الدوافع اللي دايما لازم تعمل لها مليون حساب. يعني القطن الكاميروني مش جاي القاهرة هنا، أو يعني مش جاي يواجه الأهلي هنا وهو رفع الراية البيضاء، بالعكس ما زال عنده بصيص من الأمل يتحقق بشرط فوزوا على الاهلي في مباراه السبت اللي جاي، وده يمكن يخليك شويه تبقى عامل حساب المباراه دي، وخصوصا بعد عروض الاهلي الاخيره في تراجع كبير في المستوى، في حاله ممكن نقول عدم انسجام، في غيابات قد تكون مؤثره ولو ان المفترض ده ما كانش يحصل على الفريق السنه دي، وخصوصا انه اداره الاهلي تعاقدت مع خلينا نقول 6 لاعبين، لانه في مصطفى ميسي طبعا رحل على سبيل الإعارة، لكن عندك بقى قندوسي، عندك مروان عطية، عندك خالد عبد الفتاح، عندك كريستو، عندك برونو سافيو، اللي أغلبهم الحقيقة باستثناء يمكن مروان وقندوسي بقوا علامة استفهام. خالد طبعا مصاب، ولو إنه حتى في الفترات اللي ظهر فيها كان الحقيقة مقدم مردود أكتر من رائع، لكن تكلم على سكواد فايز باتنين أفريقيا وفايز باتنين برونزية كأس العالم، سكواد مش قليل يعني، سكواد على اعلى مستوى، وبالتالي فكره انه واحنا لسه ما بداناش المشوار واحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يا هادي، احنا ما خلصناش نص ماتشات الدوري وما بداناش او ما لعبناش غير ماتشين بس في 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 دوري المجموعات، لسه عندنا مشوار طويل، عندنا 4 ماتشات في دوري المجموعات، وباذن الله باذن الله بعد ما نتاهل عندنا الادوار الاقصائيه وصولا لمفترض يعني انه هدفنا منصه التتويج، وبالتالي المشوار لسه بدري قوي عليه عشان نتكلم على اجهاد او تراجع في المستوى. نتمنى ان شاء الله، وانا هتكلم النهارده عن الاهلي والقطن والسيناريو الامثل للمواجهه، هحاول اقرب لكم شويه فرقه القطن الكاميروني، ما هياش فرقه مخيفه على فكره، ارقامها وتحليل ادائها ما هياش بالفريق اللي يعني تخاف من مواجهته، لكن في النهايه كل ماتشات يعني النهارده بنتكلم على 90 دقيقه قدام الداخليه، ما فيش حد كان يتوقع ان المباراه تخرج بالسيناريو ده، لكن في جميع الاحوال ان شاء الله باذن الله قادرين ونكون موفقين يوم السبت، يكون يومنا ان شاء الله باذن الله في مواجهه القطن الكاميروني. طيب هنروح معاكم دلوقتي لفكره تحليل اداء
الدور اللي بقى مهم جدا داخل اي فريق في العالم كله الحقيقه. كنا بنتكلم عن انديه، كنا بنتكلم عن منتخبات، وهنا فكره تحليل الاداء ما بقتش بس مرتبطه كمان بتحليل اداء فرقتك، القياسات المرتبطه بمستويات واداء وقدرات لعبتك، لكن كمان مرتبطه بقرايتك للخصم نفسه، وبقى في النهارده ناس متخصصين في دراسه وتحليل اداء المنافسين. معانا واحد من اشهر الحقيقه محللي اداء الحالي هو بالنسبه للمنتخب الهولندي، واشتغل قبل كده طبعا مع مدربين كبار اخرهم تين هاك طبعا مدرب اياكس امستردام السابق ومدير فني ل مانشستر يونايتد الحالي، دينيس ديمز بيشرفنا في السادسه. بدايه طبعا بشكرك على مشاركتك معنا واهلا وسهلا بيك في السادسه. شكرا على الدعوة الكريمة، وأنا سعيد وفخور بما أراه على الشاشة حاليا. دينيس خليني أبدأ معاك الحقيقة بجزئية تحليل أداء الخصم، يعني خصوصا لما بتكون بتشتغل مع منتخبات ومنتخب كبير بحجم المنتخب الهولندي، تكلمني أكتر عن طبيعة الدور اللي أنت بتقوم بيه وكيفية أدائك ليه. نعم، تحليل الأداء مهم جدا. نعرف جميعا أن المدير الفني في كرة القدم هو مدير ولديه فريق كبير حوله، لاعبين وجهاز فني، فتطوير اللاعبين يرتكز على هذا الجهاز. وبالنسبة للفريق المنتخب الهولندي لديه 50 فرد في هذا الجهاز، لديهم الوقت ليطوروا هذا الفريق بشكل أمثل، فبالتالي عمل دينيس ديمرز يكون سهلا إذا كان هناك تكافل بين هؤلاء المحللين، يشاهد مباراة الخصم ويحللها بأساليب علمية، وننصح لاعبينا بما عليهم أن يفعلوا بشكل أفضل، ونرى الفرص المنافسة لخصمنا وكيف يفوز وكيف يؤدي، واللاعبين المنافسين ومدى جودة هؤلاء اللاعبين. إذا كان المحلل أداء في منتخب في أي منتخب فعليه أن يبذل الكثير من المجهود، على سبيل المثال في الفيديو أو على أرضية الملعب يساعد المدير الفني في وضع الخطط، وهذا دور مهم جدا في الجهاز الفني. احنا بنتكلم مثلا لو خدنا على سبيل المثال طبعا مشاركه منتخب هولندا في مونديال الاخير، ازاي اتعاملت مع الفرقه المنافسه ليك في البطوله؟ هل بتتابعهم فقط على مستوى مشاركتهم مع منتخباتهم؟ يعني اتكلمنا مثلا على منتخب السنغال او المنتخب القطري، ولا بيتخطى ده كمان لمتابعه افراد المنتخب مع انديتهم؟ نعم، هذا سؤال جيد جدا. كما تعرف في كأس العالم شارك العديد من اللاعبين من الكثير من الأندية، وكان علينا متابعة كل هذا. نعم، كان يجب علينا أن نتابع اللاعبين في دورياتهم في أندياتهم، هو كان هذا الدور الأهم، هو متابعة اللاعب مع فريقه. ولكن الأفضل من ذلك كان لدينا منتخب قوي، على سبيل المثال السنغال، كان علينا متابعة الفريق اللاعبين مع منتخباتهم، وعلى سبيل المثال في منتخب قطر كذلك، وكان يجب علينا أن نرى اللاعبين الذين يمتلكونهم. فدوري هو تحليل وأن أزور هؤلاء، أن أزور هذه الملاعب وأرى اللاعبين على الطبيعة، لأن هذا يختلف إذا كان الأمر على مستوى التحليل على مستوى الفيديو، ولكن يجب علي أن أذهب إلى المباريات بنفسي. بالطبع لدينا فريق كشافة جيد جدا في هولندا، منتخب هولندا، ولكن لا نستطيع أن نفعل ذلك إلا إذا ذهبنا إلى أرضية الملعب. فأبرز الأشياء التي لدينا في هذا المنتخب هو هذا العامل. أنا لقد زرت حوالي 18 مباريات للفرق المنافسة ولمنتخب هولندا كذلك، لأستطيع أن أقف على مستوى اللاعبين من ملعب المباراة. من خلال دراستك للمنتخبات الثلاثة اللي واجهت المنتخب الهولندي في الدور التمهيدي أو في دور المجموعات، هل اتفقت فكرة قرايتك
لقدرات كل فريق مع المستوى اللي ظهروا بيه أمام المنتخب الهولندي؟ One more time. Do I agree? Because the connection was not that good. آسف ممكن تكرار السؤال لأن يعني الاتصال كان من خلال رأيتك وتحليلك للمنتخبات الثلاثة قبل مواجهة منتخب هولندا في كأس العالم، هل اتفقت مع مستويات الأداء اللي ظهروا بيها أمام المنتخب الهولندي؟ ولا كان في متغيرات أو في مستجدات يعني جديدة؟ نعم أنا أفهم الآن. أنا شاهدت المباريات وكنت أحاول أن أرى ماذا يقول المدير الفني للاعبيه في خلال هذه المباراة، وقد رأينا بالفعل نفس الشيء على مستوى أرضية الملعب. فهذه هي مهمة هذه الوظيفة، أن أتوقع وأن أفحص جيدا كل هذه النقاط المهمة. أعتقد أننا أبلينا جيدا، كان أمرا جيدا لنا، خصوصا التفاصيل التي ركزنا عليها أو النقاط الكبيرة التي ركزنا عليها، فأعتقد أننا أبلينا جيدا. معنى كده أن دورك مش بينتهي قبل المباراة، دورك مستمر حتى على مدار التسعين دقيقة. نعم. أسألك على منتخب هولندا، لأن الحقيقة دايما، ويمكن مش بس النسخة دي، يمكن النسخة دي تكون أقلهم، لكن الحقيقة منتخب هولندا على مدار تاريخ طويل جدا، يعني ممتد يمكن أكتر من 60 أو 70 سنة، دايما بيكون من المنتخبات المرشحة، ودايما بيملك أسماء على أعلى مستوى قادرة على تحقيق اللقب. لكن السؤال هو متى تحقق هولندا لقب كأس العالم؟ أعتقد هذا سؤال جيد، ولكني في الحقيقة لا أعرف. نحن نعمل طوال الوقت، ولدينا الكثير من المواهب في هولندا، وأنا أتفق أننا كان لدينا أسماء كبيرة كما ذكرت، كانت تلعب في أكبر الأندية في العالم، ولكني أعتقد أن طريقتنا جيدة، نطور الفريق ليكون جاهزا لمجابهة أكبر الفرق كما فعلت الأرجنتين، وحاولنا أن نفوز، ولكن الآن لدينا مدير فني جديد، لا أعرف متى سنفوز بكأس العالم، لا أعرف. إذا كان لدينا فرصة جيدة فأعتقد إذا كنت أعرف فسيكون لدي الكثير من الأموال بالفعل. طب خليني أسألك كمشجع أو محب لكرة القدم، يعني بقى بينا بنشوف في كل حتة في العالم في أكبر الدوريات ومع أكبر المنتخبات فريق كبير جدا من المحللين المتخصصين في النواحي الفنية والنواحي البدنية والنواحي التكتيكية، تابلتس بتظهر طول أثناء المباريات بيتم فيها تقديم قياسات وأرقام وإحصائيات، لكن في الفترة الأخيرة ويمكن في السنوات الأخيرة بقت المهارة غايبة والمتعة يمكن مش كبيرة قوي في ملاعب كرة القدم، بقيناش بنشوف نجوم من العيار التقيل وبقت القوة والسرعة هي العامل الأهم، هل ده مرتبط بفكرة تحليل الأداء ولغة الأرقام اللي بقت عنصر مؤثر في لعبة كرة القدم؟ Where do you miss it, in your country or all over the world? تريد أن تقول أنك تفتقد لهذه المهارة ولا تراها في مصر أو عموما؟ لا، كل العالم، أتكلم على كل العالم. أعتقد أن يجب على الفرق والمنتخبات أن يكون لديها المعلومات الكافية الخاصة بجميع اللاعبين، ولا أتحدث فقط عن هولندا، ولكن حينما أتحدث عن هولندا فستجد أن كرة القدم تمارس في جميع أنحاء البلاد، لكن الآن في بعض المدن في هولندا يحبون أفضل لعب كرة القدم على الكمبيوتر أو الفيديو جيمز، أو يحبون أكثر أن يقضوا أوقاتهم على الهواتف المحمولة. فأعتقد أن هذه المشكلة، أننا لا ننظر إلى التاريخ ولا نحاول أن نمارس كرة القدم ونلعب كرة القدم. إذا كان لدينا الإحصائيات اللازمة الخاصة باللاعبين، وإذا كان لدينا تاريخ إصابات مناسب، ونعرف ماذا يحل باللاعبين وما المناسب لكل لاعب، فأعتقد وكما يحدث في الدوري الإنجليزي
أعتقد أن لديهم مباراتين أو ثلاثة مباريات كل أسبوع أو أسبوعين، فهذا أمر صعب. فإذا كان لديك تحليل أداء مناسب في كل بلد فأعتقد أن هذا مرتبط بالفعل. طيب بمناسبة التكنولوجيا، النهاردة بقينا بنشوف في الملاعب وفي أثناء التدريب أجهزة إلكترونية وزي فاست بيلبسوا اللاعبين. توضح أكتر يعني للمشاهدين إيه هو الدور اللي بتقوم بيه الأجهزة دي، وهي القياسات اللي أنتوا بتاخدوها أو القراءات اللي أنتوا بتاخدوها نتيجة توصيل الأجهزة دي، وقدرتها كمان على مساعدتكم في فكرة تطوير أداء اللعيبة والحد من إصاباتهم. نعم، هذا أمر يختلف قليلا عن دوري. أنا فقط عن فقط أتبع تحليل الأداء، وهذه الأجهزة التي تحدث عنها خاصة باللياقة، فأعتقد الأمر أعتقد أنها مفيدة جدا وتقيس مستوى وتقيس مدى جاهزية اللعبة البدنية. أعتقد أنها تساهم ليس فقط في المباراة ولكن تساهم أيضا في التمرينات. طيب، وتحد من الإصابات بشكل جيد. أعتقد أن الأمر خاص بدوري، أن الأجهزة التي لدينا هي التي تقيس مثل الطائرة التي نحتاجها لمراقبة اللاعبين، لنتابع اللاعبين بشكل أفقي وبشكل رأسي، وأيضا الرسومات الخاصة بالمباريات وبأداء اللاعبين. دانيس، خليني أخذك لجزئية تانية عشان وقتي يهمني كمان أكلمك على واحد من النجوم المنتخب الهولندي اللي ظهروا بشكل كبير في بطولة كأس العالم الأخيرة. الكلام على كادي جاكبو اللي طبعا كان نجم من نجوم المنتخب الهولندي، وبعد المونديال انتقل مباشرة لواحد من أكبر الأندية ونادي ليفربول. من وجهة نظرك، تقييمك لأدائه مع ليفر، وهل ظهر بالشكل المتوقع ولا مازال لم يعبر عن إمكانياته وقدراته بشكل كامل؟ هو لاعب رائع. أعتقد أن الأمر صعب بالنسبة له، لأن ليفربول يلعب بطريقة مختلفة، وهو لم يمارس هذه الطريقة العالية من اللعب من قبل. أعتقد الأمر يرتكز على الجانب البدني، كان يجب إعداده بدنيا جيدا، وأساليب اللعب المختلفة. أعتقد أن حماسة اللعب تختلف في الدوري الإنجليزي عما كان يتعود عليه في الدوري الهولندي. طيب، أنا سؤالي الأخير متعلق بنجوم الكرة الهولندية اللي ليهم عشاء وجماهير في كل مكان في العالم. هتقول لي بعد ما تسمع الأسماء دي مين من الجيل الحالي بيمثل الامتداد الطبيعي ليهم؟ يوهان كرويف، روت خوليت، دينيس بيركامب، شنايدر، أريال روبن. مين الاسم اللي بيمثل امتداد للأسماء دي في الكرة الهولندية؟ ممكن نزود باتريك كلايفرت كمان. كل هؤلاء الأسماء أسماء رائعة، أسماء استثنائية. أعتقد أن الوقت سيثبت لنا، سنظهر الكثير من المواهب. بالطبع مقارنة بالتاريخ فلدينا الآن بعض التغيرات في كرة القدم الهولندية. أعتقد أن المقارنة صعبة، لدينا الكثير من المواهب في المنتخب الهولندي ويلعبون في الدوري الهولندي أيضا، ولكن أكبر الأسماء تظل خارج هولندا للأسف، في إنجلترا، في إيطاليا، في ألمانيا، وتستطيع أن ترى ذلك. هذا يعقد الأمر قليلا ولكن سنرى. اشتغلت مع تين هاج المدير الفني الحالي السابق طبعا للأياكس والحالي لليونايتد، مشوار يعتبر إلى حد كبير مرضي لعشاء المان يونايتد في الفترة الحالية. هل تتوقع لتجربة تين هاج أنها ترجع مانشستر يونايتد لمكانته اللي كان عليها مع أليكس فيركسون؟ لا أعرف إذا كان سيعيد هذه الأمجاد، ولكن ما أعرفه بالنسبة لي، أعرف أنه يستطيع أن يفعل ذلك. هو مدير فني كبير، مدير فني رائع، يستطيع. هو آخر من يذهب إلى البيت بعد كل تمرين وبعد كل مباراة. أعتقد أنه يهتم كثيرا بالفريق. أعتقد أنه سيكون له المزيد من النجاح مع مانشستر يونايتد. دانيس ديمز، محلل أداء منتخب هولندا الحالي، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق طبعا ليك مع المنتخب، وكل التوفيق للمنتخب الهولندي. الحقيقة واحد من المنتخبات اللي بعتقد أنه
مفيش حد يختلف انه بيقدم طول عمره كره ممتعه بصرف النظر عن الالقاب والبطولات، لكن يظل دايما منتخب عنده شخصيه ومنتخب عنده كره على اعلى مستوى. قصه واخبار محترفينا في الخارج هتكون معاكم في السادسه لكن بعد الفاصل. مرة تانية برحب بحضراتكم. هنروح لجولة، خليني بس قبل الجولة أقول النهاردة في ماتشين مهمين جدا اللي عايز يتابع، يعني النهاردة في أرسنال إيفرتون، وفي طبعا نجمنا محمد صلاح مع ليفربول في مواجهة وولفرهامبتون، ومباراة النهاردة مهمة جدا رغم أنه ليفربول خرج من أو بعيد، خليني أقول بعيد لأنه مفيش حاجة يعني في كرة القدم مضمونة بنسبة 100% بالذات في الدوري الإنجليزي، بالذات في الدوري الإنجليزي، لكن صلاح ماتش النهاردة بالنسبة له مهم جدا، ومش بس النهاردة اللي جاي كمان. ليه؟ لانه صلاح على بعد هدفين، هدفين فقط لا غير من رقم قياسي هيبقى صعب جدا انه يتكسر. صلاح في رصيده مع ليفربول 122 هدف في بطوله الدوري، وبالتالي هو على بعد هدفين من الرقم التاريخي المسجل باسم الاسطوره روبي فاولر، وبالتالي النهارده صلاح لو سجل هيبقى قرب بشكل كبير جدا من تحطيم رقم قياسي مهم جدا غير كل الارقام القياسيه اللي حققها ابو صلاح، لكن يبقى الرقم ده طبعا رقم هيكون انجاز كبير جدا، هيحط او هيخلد اسم صلاح كواحد من اهم اساطير ليفربول واعتقد لفتره طويله شويه. بكره هيكون في البارسا والريال في كلاسيكو جديد، ولكن المره دي في قبل نهائي كاس الملك كوبا ديل ري. تعالوا نشوف اخبار محترفينا ايه في الخارج وناخد جوله سريعه جدا معاهم في فقره الجي بي اس. انجلترا ونجمنا طبعا محمد صلاح نجم ليفربول شارك في مباراه فريقه الاخيره اللي تعادل فيها سلبيا امام كريستال بالاس في البريمير ليج. مده مشاركه صلاح كانت 90 دقيقه، كان ليه 3 محاولات على المرمى منهم واحده في العارضه، التمريرات 25 تمريره بنسبه دقه 75%، التمريرات المفتاحيه 3، صناعه فرص مؤكده واحده، مراوغات 2، وخسر الكره 9 مرات، وتقييمه في المباراه دي كان 7.7، وما زال ليفربول بيحتل المركز السابع برصيد 36 نقطه في البريمير ليج. سام مورسي ابسويتش تاون ليج 1 ومعانا طبعا في او شارك في فوز فريقه اللي حققه في اخر مواجهه على فريق ميلتون كينز دونز، نتيجه المباراه كانت 1-0 لصالح ابسويتش تاون، وشارك لمده 90 دقيقه واحرز هدف المباراه الوحيد، كان ليه 56 تمريره بنسبه دقه 71%، تمريرات مفتاحيه واحده، خسر الكره 17 مره وتقييمه 7.5 درجه، وابسويتش تاون بيحتل حاليا المركز الثالث برصيد 63 نقطه. هنسيب انجلترا طبعا لانه انني مش بشارك مع الارسنال في الفتره حاليا، ونروح جيرماني او المانيا مع نجم المنتخب المصري عمر مرموش، اللي خلاص ويمكن اللي بيتابع السادسه عارف ان انا قلت لكم الاسبوع اللي فات انه قاب قوسين او ادنى من الانتقال لانتراخت فرانكفورت، وقد كان النهارده بيتم تاكيد الخبر وبيقولوا انه فرانكفورت على بعد خلاص انهاء الصفقه وضم النجم المصري عمر مرموش. مرموش شارك في فوز فريقه في مباراته الاخيره في البوندسليجا على كولن بنتيجه 2-0، شارك لمده 88 دقيقه وصنع هدف من الهدفين اللي احرزتهم فرقته، كان ليه 5 مراوغات نجح في 4 منهم، تمريرات 19 بنسبه دقه 79%، تمريرات مفتاحيه واحده، كرات طوليه 2 نجح فيهم بنسبه 100%، وخسر الكره 15 مره وتقييمه 7 درجات، وفريقه فولفسبورغ بيحتل حاليا المركز السابع في البوندسليجا برصيد 33 نقطه. خلصنا من المانيا لانه ما فيش غير مرموش، ونروح لفرنسا اللي ما فيهاش غير مصطفى محمد لاعبنا طبعا ومهاجم المنتخب المصري اللي بيلعب لفريق نونت الفرنسي، وللاسف فريق نونت خسر المباراه الاخيره امام ستاد ران بنتيجه 1-0، كان مصطفى محمد نصيب في المشاركه في المباراه دي لمده 21 دقيقه، ملوش ولا محاوله على المرمى، لمس الكره 4 مرات وخسرها 3 مرات من 4 وتقييمه 6.5 درجه، ونونت حاليا بيحتل المركز ال 13 برصيد 28 نقطه في الليج 1. من نونت فرنسا نروح لتركيا وتحديدا طبعا نجمنا محمود تريزيجيه، الحقيقه يمكن لاعب ترابزون سبور اللي شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي انتهت بخساره الفريق امام بازل في دوري المؤتمر الاوروبي بنتيجه 2-0. تريزيجيه شارك لمده 90 دقيقه وكان ليه 5 محاولات على المرمى
مراوغات 6 نجح في 5 منهم، تمريرات 83% نسبة دقة، تمريرات مفتاحية 2، أهدر فرصة مؤكدة، والالتحامات الأرضية 17، كسب 12 منهم، وتقييمه في المباراة كان 7 درجات. طبعا السعودية يمكن عشان دوري أبطال آسيا ما كانش فيه مشاركات لنجوم منتخب مصر طارق حامد وأحمد حجازي، فما بنتابعش أخبارهم الأسبوع ده. نتكلم أكتر بقى عن الكرة العالمية، وكلام أكتر طبعا وأهم عن مباراة الأهلي والقطن يوم السبت اللي جاي، كل ده في سادسة مع حضراتكم بس بعد الفاصل. يقينا الجمهور كمان ليه حسابات، يعني أنا بقعد أحسب كده وأعد. امبارح قبل الماتش، طبعا قبل الماتش حاجة والقصة بعد الماتش حاجة تانية، لكن خلينا نقول قبل الماتش. قبل الماتش أنا شايف إنه مشوار الأهلي في دوري الأبطال ليه 4 ماتشات، فحساباتي كانت هنكسب القطن إن شاء الله رايح جاي، وهنكسب الهلال بالتأكيد إن شاء الله على أرضنا، وهنحاول نكسب أو على الأقل نتعادل مع سان داونز، وفي انتظار بقية ماتشات المجموعة يحصل فيها إيه. لكن بعد امبارح الحسابات اختلفت، لأنه أنا ابتديت أقلق حتى من ماتش القطن اللي جاي، وعارف إن كل بطولة ليها يعني استعداداتها وليها تحضيرها، لكن إجمالا نتائج خليني أسميه فبراير المر، نتائج الأهلي في فبراير رغم إنها كانت بداية ولا أروع، لكن خليني أقول إنه النتائج إجمالا في فبراير ما كانتش أحسن حاجة، وما بتعكسش على أقل تقدير توقعاتنا أو اللي إحنا مستنيينه من الأهلي في الثلاث بطولات، دوري وكاس عالم ودوري أبطال، لأنه في الثلاثة الحقيقة ما تقدرش تقول إن فيه نجاح مميز، حتى رغم البداية الكويسة والجيدة في كاس العالم أمام سياتل وأوكلاند، لكن كان فيه تراجع. هو الريال بس كان ممكن، يعني اللي إحنا عملناه في الملعب كان بيقول كان ممكن، فلامينجو بس كان ممكن وممكن وممكن، وحتى لما رحنا لدوري الأبطال سواء قدام سان داونز هنا على ملعبنا أو الهلال بره ملعبنا، ما قدمش الأهلي المردود اللي يخليك تقول إيه أنا مطمن لمشوار الأهلي في دوري الأبطال. وصولا بقى لماتشات الدوري اللي لعبنا فيها أسوان والداخلية، أسوان قدمنا مباراة جيدة، لكن الداخلية مباراة ما أعتقدش إنه في حد راضي عنها، لا جهاز فني ولا لعيبة ولا جمهور وبالتأكيد الإدارة كمان. خلينا نتكلم عن ماتش الأهلي، نقرا الأهلي كده في فبراير ونشوف، نحاول نشوف إحنا رايحين فين، وخصوصا إن إحنا عندنا مواجهة مهمة جدا جدا جدا، قلت عليها مواجهة حياة أو موت، أكون أو لا أكون يوم السبت اللي جاي. بيشرفنا وينورنا المتألقين دائما الحقيقة، واللي بعتز جدا جدا بوجودهم معايا فاروق عصام وبلال محسن ضيوفي النهارده في السادسة. مساء الخير وأهلا وسهلا بيكم فاروق بلال، منورين الدنيا. اهلا طبعا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، وطبعا مبسوط ان انا مع حضرتك ومع فاروق النهارده، وان شاء الله نتكلم زي ما حضرتك قلت كده عن كل حاجه النهارده ان شاء الله. فاروق اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك احمد، مبسوط دايما اني موجود معاك وموجود مع بلال، ومبسوط دايما اني موجود على شاشه قناه الاهلي. اهلا وسهلا بيكم فاروق. خليني ابتدي من عندك، هل بتشوف انه نتيجه المجهود المكثف والتركيز المكثف والاستعداد المكثف لبطوله كاس العالم للأندية، والبداية بأربع ماتشات هي بالنسبة لنا تقدر تقيس إن هم أربع مباريات نهائية مع أبطال قارات، هو ده اللي كان سبب رئيسي في تراجع المستوى أو تباين المستوى بعد كده في ماتشات دوري الأبطال هلال ثم سان داونز والدوري أسوان ثم داخلية، ولا القصة ليها حسابات تانية من وجهة نظرك؟ هو سبب بس مش رئيسي. خلينا نقول ان هو واحد من الاسباب. طبعا انت لعبت اربع مباريات في منتهى القوه في وقت ضيق، وبعد كده جيت ما ريحتش وبدات على طول ببطوله، حتى مش الدوري، دوري ابطال افريقيا، واحنا عارفين دايما مباريات دوري ابطال افريقيا مباريات صعبه ازاي. لكن احنا بنقول برضو ان في اسباب تانية لازم نتكلم عليها، في ضعف واضح وفروقات ما بين اللعيبه، مستوى بعض اللعيبه في موجود مستويات، اعتقد اللعيبه اللي ظهرت في كاس العالم للانديه كان مستواها جيد، بعد كده لما في لعيبه تانية بتاخد فرص بنلاقي في تفاوت كبير ما بين مستوى لاعب اساسي ولاعب احتياطي. بنتكلم على لعيبه شاركت ضد الداخليه في المباراه الاخيره ما كانتش موجوده في بطوله او ما لعبتش في بطوله كاس العالم للانديه، ورغم كده المستوى فيه هبوط واضح جدا. جماهير النادي الاهلي ليها حق طبعا تكون زعلانه، جماهير النادي الاهلي امتى بتزعل من لعيبه النادي الاهلي؟ لو في داي اوف او في غير او ما فيش توفيق، ده بيبقى واضح في المباريات، وجماهير النادي الاهلي مرت بمباريات كتيره بالشكل ده وما كانش فيه زعل من اللعيبه، لكن لما يكون فيه هبوط واضح في المستوى، لما يكون في رعونه في الشوط الثاني بشكل واضح قدام الداخليه، فرقه بتلعب قصادك 10 لعيبه واتطرد منها واحد وانت خلاص فاضل 10 دقائق ومتقدم بهدف، ازاي بتفقد الكوره بكل سهوله؟ لازم يكون في واضح كده شخصيه مدرب مع اللعيبه، ما ينفعش ابقى رايح بهجمه مرتده 4 لعيبه على وسط ملعب تقريبا خالي تماما من لعيبه الداخليه وافقد الكوره لمجرد تمرير خاطئ، ما ينفعش في اخر 10 دقائق في مباراه في الدوري
قدام خصم، اعتقد ان الخصم حتى هو سلم اوراقه خلاص لان هو اتطرد منه لعيب والنادي الاهلي بيلعب ومتقدم في النتيجه، لكن الاهلي اهدى الداخليه الهدف، وحتى الداخليه بعد كده بعد تسجيل الهدف اعتقد نادي الداخليه كان ممكن يسجل اكتر من هدف لان هو خلاص طمع في المباراه وشاف وحس بالتكاسل اللي كان موجود من بعض لعيبه النادي الاهلي، وهي حاجه يعني ظاهره ما بتتكررش كتير للنادي الاهلي لكن كانت واضحه في المباراه الاخيره. لكن يعني برضو الناس بتسال، حتى سيبك من ازاي المباراه يعني خلصت او يعني العشر دقائق المفاجاه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي في النهائي، لكن حتى البدايات يا بلال ما كانتش على احسن مستوى، الاهلي تقريبا ما ظهرش. انا يعني إذا سمحتوا لي أعيد الكلام اللي أنا قلته في بداية الحلقة، أنا بستنى ماتش النادي، يعني يوم اللي بصحى فيه الصبح عارف إن في ماتش النادي الأهلي، بالنسبة لي يوم ده مختلف عن بقية الأيام، هو مستني 90 دقيقة مبهجة، 90 دقيقة ممتعة، 90 دقيقة أشبع فيهم كورة، مش قصة مكسب بس ومش قصة 3 بونت بس، قصة كورة. الأهلي لعب 45 دقيقة في الشوط الأول وكأنه مش الأهلي، وكأنه فريق تاني غير اللي احنا كنا بنشوفه ونتابعه، ده اسبابه ايه؟ وهل قصه التدوير او غياب بعض العناصر ممكن يكون سبب في الشكل اللي ظهر بيه النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ يعني خلينا نقول في البدايه ان احنا طبعا محملين بمئات الرسائل من جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ليه عتاب كبير جدا 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 على لاعبي النادي الاهلي في الفتره الاخيره، زي ما حضرتك قلت كده فبراير المر، شهر فبراير كان بالنسبه لنا كنا منتظرين منه حاجات احسن من كده بكتير، واذا كانت تطلعات الجمهور لميداليا في بطولة كأس العالم للأندية هي تطلعات، لو اللاعبين شايفين ان دي حاجة مبالغ فيها ان الجمهور يحلم بميداليا، لا احنا حققنا ميداليتين في بطولتين متتاليتين وكان دي هتبقى البرونزية الثالثة، ولكن خلينا نتفق ان تطلعاتنا لميداليا في بطولة كأس العالم ممكن يكون مش وقتها، مش حالة الفريق دلوقتي ما تسمحش ان احنا نفوز بميداليا، ولكن لما نيجي على ارض الواقع احنا ملوك افريقيا، احنا اكتر فريق في قارة افريقيا خد بطولة دوري ابطال افريقيا، فما ينفعش تكون البداية امام الهلال السوداني بالشكل دوت، تجاوزنا مباراة الهلال وقلنا ان دي ضريبة المشاركة في كأس العالم للأندية، ما ينفعش يكون بعدها في تعادل مع صن داونز على ارضي وانا عارف ان ده المنافس المباشر ليا على الصعود مع طبعا الهلال بعد ما احنا دخلنا الهلال في اللعبة. فجمهور النادي الاهلي حزين، جمهور النادي الاهلي حزين وليه حق طبعا ان هو يزعل، جمهور النادي الاهلي هو اكبر سبورت، احنا عايزين نفرق بين يعني احنا مش مفيش اختلاف بين كل العناصر المنظومه، احنا كلنا منظومه واحده، الجمهور واللاعبين والاداره والمسؤولين والاعلاميين كل والقناه كل حاجه، احنا كلنا في ظهر حاجه واحده بس هو كيان النادي الاهلي، فمفيش تفريق بين دوت وبين دوت، كلنا عايزين مصلحه النادي، فالجمهور دلوقتي الجمهور عامه هو اكتر سبورت للعيبه، الجمهور بيزعل شويه من اللاعبين ولكن بمجرد ان اللاعب بيستعيد مستواه وبيتالق الجمهور بيرجع مره ثانيه يهتف باسمه ويرجع تاني يرفعه للسما مره تانية. فمفيش مشكله في الحته ديت، ولكن احنا عايزين يعني نحط كل واحد قدام مسؤوليته، لاعبي النادي الاهلي هما بيلعبوا في افضل نادي في الشرق الاوسط، في اكبر نادي في قاره افريقيا، لازم يكونوا على مستوى وعلى تطلعات النادي دوت، النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي ما يقبلش اذا كان قبل في الموسمين اللي فاتوا ان هو يفرط في لقب الدوري، كان كل بطوله فيهم ليها ظروفها، ولكن مش هيقبل النادي ولا جمهور النادي ان هو ان درع الدوري يضيع للموسم الثالث لاول مره في التاريخ. فلازم اللاعبين يبقى عندهم الوعي الكافي ان التحديات الموسم ده تحديات كبيره جدا، واحنا اتكلمنا يمكن في بدايه الموسم عن حاجتين مهمين جدا كان لازم نعملهم، رقم واحد تجديد الدوافع، رقم اتنين تجديد الدماء، يعني يمكن تجديد الدماء بدأ دلوقتي يظهر بصورة يعني في سواء في امبارح في مشاركة القندوسي ومروان عطية من مباراتين وخالد عبد الفتاح، هو ده تجديد الدماء المطلوب، لازم يحصل تجديد دماء للفريق، تجديد الدوافع ان احنا مهما حققت من بطولات مهما حققت من انتصارات ولكن انت بتلعب في نادي كبير، نادي مطالب في كل مباراة حتى لو مباراة ودية بتحقيق الانتصار، فانت لازم تكون على قدر وتطلعات النادي اللي انت بتلعب ليه، ولازم تبقى زي ما حضرتك قلت كده المزاج العام او النادي الاهلي بيتحكم في المزاج العام، النهارده الناس كلها بتبقى صاحيه رايحه شغلها الصبح مبسوطه والنادي الاهلي كسبان، الناس بتبقى بايته مبسوطه والنادي الاهلي كسبان، بيبقى في حاله نشوه، انت حضرتك قلت دلوقتي انا بنتظر ال 90 دقيقه مستني هفرح مستني مين هيجيب جون احلى من هدف احلى من اللاعب، يعني ده بيسجل هدف اللاعب الثاني بيرد عليه وبيجيب هدف احلى منه، كرنفالات النادي الاهلي كان معودنا عليها. فاحنا نتمنى نرجع للحاله دي ولسه كل حاجه في ايدينا، احنا في بطوله الدوري متصدرين، في بطوله افريقيا لسه عندنا امل، في بطوله كاس مصر احنا واصلين للنهائي، فاحنا كل حاجه لسه في ايدينا بس نرجع تاني للحاله اللي احنا متعودين عليها. طيب خليني اسال سؤال تاني، في الثمان ماتشات اللي لعبناهم في فبراير تقريبا ما فيش مباراه فيها تشكيل ثابت، يعني كل مباراه من الثمانيه اللي احنا لعبناهم هتلاقي فيها تغييرات في التشكيل ما بين دوري الابطال والدوري المصري وحتى ماتشات كاس العالم باستثناء يمكن اول مباراتين. هل ده ممكن يكون واحد من الاسباب فكره انه في اسماء جديده دخلت في الميركاتو الشتوي كان ليها دور؟ يعني
قندوسي دخل في الاخر، مروان وخالد كان ليهم دور من بدري شويه، غيابات بسبب الاصابات، غيابات بسبب يعني رؤيه فنيه لمستر كولر، كل الاسباب دي مجتمعه ادت لانه فريق الاهلي ما ظهرش بشكل، مش تدوير، انا ما بتكلمش على تدوير، انا بتكلم على عدم ثبات التشكيل. عدم ثبات التشكيل، في فرق بين الاثنين كبير جدا. هل ده ممكن يكون سبب يا فاروق؟ ضد اسوان كان النادي الاهلي مغير تقريبا 6 لعيبه عن اخر مباراه قبل اسوان، ورغم كده الاهلي قدم شوط اول مثالي، خرج بعديها المحللين والنقاد وكل الموجودين اشادوا بمستر كولر واشادوا بالتدوير اللي حصل او الروتيشن اللي حصل في اللعيبه، وقالوا انه لا الانسجام موجود رغم تغيير العناصر، فواضح ان في لا خطه لعب واللعيبه كلها هي منظومه واللعيبه كلها بتشارك فيها، ورغم كده لما اتغيرت التشكيله تاني ظهرت العيوب وظهرت المشاكل. خلينا نتكلم ان برضو نوعيه اللعيبه بتختلف ونوعيه اللعيبه بتفرق في يعني السنتين الثلاثه اخر سنتين ثلاثه كده، لو رجعنا شويه في نوعين من اللعيبه ظهروا في النادي الاهلي، طبعا يعني الاسماء كتير فاحنا خلينا نتكلم على نوعين من اللعيبه. اول نوع هو عنده الكواليتي وعنده الامكانيات لكنه عنده عدم استمراريه في المستوى، ممكن مباراه يكون على القمه ونجم المباراه ويظهر ضد ريال مدريد وبايرن ميونخ بمستوى خيالي، وبعد كده في الدوري في المباريات البسيطه بتلاقي تركيز غايب وعدم تركيز وغياب عن المستوى تمام. النوع الثاني وهو النوع انا بسميه نوع الجرين تاور الرجوله، اللعيبه اللي معتمده اعتماد كلي على رجولتها وعلى لياقتها البدنيه وعلى اللياقه، وانا بتحرك في كل حته وباخد الكره، لكن اساس كره القدم ايه؟ فين؟ الكواليتي فين؟ مش موجود. وفي لعيبه في النادي الاهلي للاسف عندها الموضوع ده، بتهتم باللياقه البدنيه، الفيست موجود وبجري وعندي لياقه بدنيه، لكن تلاقي في الاستلام والتسلم في مشاكل كبيره، بيستلم الكره بتطول منه بتتقطع، وفي الدفاع مثلا في التمركز في اخطاء يعني اخطاء اساسيه. فالرجوله والجرينتا ده مهم وموجود، لكن لاعب النادي الاهلي لازم يبقى عنده الاثنين. فهنا مشكله موجوده في نوعيه اللاعب اللي عنده الكواليتي وما عندهوش الرجوله وما عندهوش الاصرار على المكسب او الحفاظ على مستواه، والنوع اللاعب الثاني اللي هو عنده رجوله لكن ما عندهوش الامكانيات، هو يعني مستواه على قده لا يليق بمستوى النادي الاهلي، لان دايما لو لاعب مثلا في اي فريق ثاني وضيع كوره او استلم كوره بشكل خاطئ ما حدش هياخد باله والجماهير مش هتعلق، لكن في النادي الاهلي لو لاعب استلم كوره بشكل خاطئ او كوره طولت منه او اتقطعت منه هتلاقي جماهير النادي الاهلي كلها خلاص بتزوم طبعا، وعرفت الامكانيات. فالسنتين اللي فاتت دولت اظهروا اعتقد يعني للجنه التخطيط والمسؤولين في النادي الاهلي مين اللاعب اللي تقدر تعتمد عليه ويكمل ويبقى موجود في النادي الاهلي، ومين اللاعب اللي انت خلاص يعني ممكن تقول له شكرا على الفتره اللي انت قدمتها في النادي الاهلي وتفكر في البديل. بص فاروق، انا كلامك بمنتهى الصراحه، الكلام ده قبل بطوله عربيه وقبل السوبر ليج لينا وقفه طويله جدا، يعني ساعتها ممكن نقف ونتكلم، واعتقد الفتره اللي جايه دي هتكون فتره يعني الاجابه على سؤال مين يستحق بجد انه يكمل مع الاهلي ومين شكرا. ده شيء خصوصا انك رايح يعني مستوى تاني من المنافسه انت ما واجهتوش قبل كده غير يمكن في بطولات كاس العالم، سواء البطوله العربيه، وانا اقول البطوله العربيه كانت هتبقى اقوى من بطوله السوبر ليج، لكن حاليا طبعا لغايه لما يتحسم الموقف يعني، لكن حاليا انت في موقف صعب في البطوله الافريقيه وقدامك، وخلينا نروح بقى من هنا معاك لماتش الماتش القطن الكاميروني يوم السبت اللي جاي. بصراحه يعني وتهيألي ما حدش في الجمهور ممكن يختلف عن ان احنا ما كناش قلقانين من الماتش ده، يعني القطن بالنسبه للمستويات اللي ظهر بيها في دوري ابطال ما هواش فريق يخوف، المباراه هنا على ارضك ووسط جمهورك، انت في جميع الاحوال الاهلي، لكن النهارده بعد المستوى بتاع امبارح لا، الناس النهارده بقت بتعمل حساب لماتش القطن الكاميروني. شايفين المباراه ازاي؟ مباراه صعبناها على نفسنا، تعالوا نعرف الناس على فرقه القطن الكاميروني، نشوف الصفقات اللي عملوها او ابرز الصفقات اللي قبل الموسم، موقفهم، احصائياتهم، وبعد كده نتكلم على المواجهه. يعني ممكن مثلا نتكلم قبل، كنا عايزين نتكلم قبل طبعا، هو دي طبعا الصفقات اللي عملوها في بدايه الموسم، يمكن اغلبها فري ترانسفير، يعني احنا بنتكلم في اثنين لعيبه فري ترانسفير، واضح ان النادي كمان يعني ما عندوش القدرات الماليه. مصطفى ديتجاوا ده سنتر فورورد،
كاميروني جاي من الدوري التونسي. انتقال حر و فري ترانسفير. ومشيد كاسالي. لا كاسالي برضه جاي انتقال حر. يعني يمكن زي ما قال فاروق هم في الاغلب ان هم النادي امكانياته الماديه مش احسن حاجه هو حتى باين من خلال مشاركاته عندهم كمان جايب لاعب من سوني داب من النايجر. سوني داب اللي كان لاعب معانا من سوني داب في النجمه التاسعه بالظبط. كنا قابلناه في الادوار التمهيديه. لا يعني هو الفريق طبعا انتداباته واضح ان هو ما عندهمش حد. حتى ايمانويل اجبوري ده النيجيري ده ما كانش بيلعب في الفريق اساسا. يعني كان جاي من بس فري ترانسفير بالظبط 38 سنه وزاوية كلاب ما كانش عنده نادي وواضح انه طبعا معدل عمره طبعا. لا انا بتكلم على اخر واحد المهاجم اللي هو مشود كاسالي ده عنده 38 سنه من نيجيريا وزاوية كلاب ما كانش بيلعب في نادي قبل كده. ما انا واضح طبعا هو كل نادي بيبقى ليه سياسه تعاقديه طبعا. واضح ان القطن الكاميروني هو ده الليفل اللي بيلعب عليه في الكاميرون. وواضح ان صعوده طبعا لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا بيبقى لمجرد المشاركه، ممكن لتسويق لعيبه يقدر يبيع لاعب او اثنين من للانديه اللي معاها تقدر تشتري لاعبين. بنتكلم على فريق جاي رفع الرايه البيضاء ولا فريق خد بالك انه انا يعني حسابيا الفريق ده لو كسب يعني هو بيتقال لهم كده في اوضه اللبس بتاعتهم، انتوا لو كسبتوا الاهلي عندكم فرصه تكملوا في البطوله. لا هو انا في رايي هو مش جاي رفع الرايه البيضاء ولا حاجه، لانه هو ما كانش بيلعب على حاجه وخسرها علشان يرفع الرايه البيضاء. يعني القطن الكاميروني من بدايه دخوله لدور المجموعات هو عارف انه بيقع في مجموعه طبعا بتضم كبار القاره، يعني الاهلي وصن داونز فريقين من اكبر فرق القاره طبعا على مستوى اللعب وعلى مستوى التاريخ، كمان معاهم السنه دي فريق يعني بلغه الكره رخم شويه وهو الهلال السوداني، فثلاث فرق كبار. فالقطن الكاميروني ما كانش عنده امل او عنده فرصه ان هو يصعد علشان يرفع الرايه البيضاء. لا القطن الكاميروني انا اعتقد ان دي سياسته في دور المجموعات انه هيدخل كل مباراه بمباراتها. عايز ايه من مباراه النادي الاهلي؟ عايز يعمل زي ما حضرتك قلت كده عرض كبير جدا يقدر من خلاله ان هو يعمل تاريخ للنادي، يسعد جمهوره بفوز مثلا او بتعادل، يرخم على النادي الاهلي يقدر يطلع بتعادل مثلا في جنوب افريقيا او في السودان، يقدر يبقى هو ليه دور في حسابات المجموعه. يقدر يسوق لاعب او من اللعيبه من القطن عشان كده متفق مع بلال في القرايه. فاروق هو واضح ان هم عايزين حاجه من المباراه، لان انا يعني شايف ان هم استعانوا بمحللين اداء مصريين لمباراه النادي الاهلي بس تحديدا، يعني هم استعانوا بمحللين اداء عشان عارفين ان هم ممكن يكونوا دارسين اكتر النادي الاهلي، فواضح ان هم عايزين حاجه من المباراه. لكن يعني اعتقد فرصه ذهبيه للنادي الاهلي في المجموعه ان هو يرجع تاني يتنفس ويبدا ياخد نقط. اعتقد مباراه القطن زي ما انت قلت كده في بدايه الكلام هي مباراه مصيريه، واعتقد لعيبه النادي الاهلي بعد يعني يمكن نقول شويه التعادل ضد الداخليه كان نقول الثمره بتاعته الوحيده ان هي هترجع اللعيبه تاني تقف رجليها على الارض وتحس انه لا احنا محتاجين نتكلم مع نفسنا، محتاجين نقدم اداء افضل. فبنتكلم ان النادي الاهلي مطالب باستفاقه في دوري ابطال افريقيا. ان احنا بنتكلم الدوري زي ما قلنا هو النادي الاهلي في النادي الاهلي في الدوري اعتقد ان هو يعني متواجد على الصداره ومش هيلاقي اعتقد يعني معاناه كبيره في بطوله الدوري. لكن طول الدوري ابطال افريقيا لابد من استفاقه ومستوى بعيدا عن النتيجه بقى، لابد من مستوى جيد يطمنك للمباريات اللي جايه ويخلي الهلال وصن داونز ما يطمعوش في النادي الاهلي، ويخلي الهلال وصن داونز يعملوا حساب للنادي الاهلي تاني ويرجع النادي الاهلي مرعب. لان شفنا مباراه الدوري اهم حاجه خسرها النادي الاهلي في مباراه الداخليه تحديدا هو الرعب. لعيبه الداخليه مش خايفه ان هي بتواجه النادي الاهلي تحديدا في الشوط الثاني. انا عايز بس اخد معلش من قبل ما نروح للنقطه دي لكلام رشيد احمد لاعب نادي الداخليه بالامس بعد سجل هدف التعادل وكان هيسجل الهدف الثاني كمان والثالث، قال كلمه خطيره جدا ضايقتني انا شخصيا. كان رشيد ياكيني يعني هو رشيد ياكيني فعلا. لا هو قال كلمه يعني ضايقتني انا بحاجه او زعلتني، ان هو قال ان هو اثناء متابعته للقاء من على دكه البدلاء كان شايف ان المكان دوت اللي هو احرز منه الهدف كان ثغره في النادي الاهلي، وان هو كان قايل بينه وبين نفسه ان انا لما هنزل هلعب في الحته دي وهقدر احرز هدف، وتمكن للاسف بمساعده مننا احنا ان هو يعمل اللي هو كان عايزه. فانا بشوف ان زي ما قال فاروق ان احنا هندخل مباراه القطن، احنا قلنا القطن عايز ايه من المباراه، ما قلناش النادي الاهلي عايز ايه من المباراه. النادي الاهلي عايز من المباراه ان هو يوجه رساله لصن داونز والهلال، انا بقى اللي ما رميتش الرايه البيضاء. اذا كان القطن احنا اعترفنا خلاص ان القطن ما عندوش حاجه، انما انا كنادي اهلي لا انا لسه عندي، ولو الامل ده 1% انا هلعب عليه. انا النادي الاهلي انا اروح صن داونز اكسب هناك. انا كنت مع في وقت من الاوقات انا كنت متقدم على صن داونز في مباراه الموسم الماضي وتعادلت. لا وازيدك من الشعر بيت، يعني انا امبارح كوبي بيست اول ما الجون دخل على طول كده اوتوماتيكي والله،
ماتش فيوتشر راح داخل معايا في الذاكره، ماتش سان داونز راح داخل معايا في الذاكره، لانه سيناريو ان الاهلي يتقدم ويبقى كسبان المباراه ونستنى لاخر المباراه وخلاص فاضل فيها دقائق بسيطه جدا والفوز يروح مني، ده بيبقى قاسي جدا. ده ترجمه بقى، ده ترجمه تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي لما قال انا شعرت ان لاعبي النادي الاهلي ما عندهمش الرغبه في الفوز. النادي الاهلي بيلعب 11 قصاد الداخليه بيلعب 10 لاعبين منقص من لاعب، والنادي الاهلي متصدر الترتيب والداخليه في المراكز الاخيره، وبشوف ان الاقي ان الداخليه هو اللي بيبحث عن التعادل وعن الفوز، في المقابل ان لعيبه النادي الاهلي بتهدر الفرص تباعا وضيعت 45 دقيقه زي ما حضرتك قلت في الاول. أيوة. ما استفدناش بيهم نهائي ودخلنا المباراه من الدقيقه 46 تقريبا. بص انا يعني طبعا عارف الراجل، طبعا راجل سويسري وكان شغال في المانيا واوروبا، بس انا بشوف انه تصريحات دي وجهه نظري، تصريحات مستر مارسيل كولر في اوقات كتير جدا جانبها توفيق، وفي بعض الحاجات اللي ممكن تبقى مطروحه على وسائل الاعلام مرتبطه بالمباراه باحداثها بالطريقه والتشكيل، لكن ما هو مرتبط بالعلاقه بين المدير الفني ولاعيبين لاعيبه النادي الاهلي، اوضه اللبس بالتحديد يقال فقط في اوضه اللبس، وده اللي كان عامل مشاكل بقى دي. دي نروح للحته دي اللي فاروق بقى هو عارف ان ده من اكتر الحاجات اللي عملت مشاكل لجوزيه مورينيو في الانديه اللي تولى تدريبها، ان هو كان دايما تصريحاته عدائيه جدا ضد اللاعبين حتى لو هو كان التقصير من عندهم، وكان بسببها يعني ما بيكملش في الانديه. أي. بسبب موضوع ان هو بيخسر اوضه اللبس بيخسر اللاعبين بتصريحاته يعني. صحيح. فاروق تاخدنا التشكيل القطن اللي ظهر بيه قدام الهلال وطريقه لعبه. بيلعب ب 4 3 3 يعني المباراة يمكن المباراه دي، بس خلينا اقول انه ناس يمكن كتير ما تابعتهاش، المباراه دي اتلعبت في الكاميرون على ملعب القطن الكاميروني، وكان القطن الكاميروني متقدم فيها بنتيجه 1-0. سبتها ونزلت عشان اجي السادسه لقيت حد بيبلغني انه الهلال كسب 2-1. وهدف كوبي بيست من هدف يعني الهلال احرز الهدف التعادل، كوبي بيست من هدف اللي احرزه في مرمى النادي الاهلي بالظبط. طيب. هو في ثغرات واضحه، واعتقد ان الجهاز الفني للنادي الاهلي لو درس تشكيل سان داونز ودرس ثغرات ونقاط ضعف سان داونز نقاط ضعف القطن فهي واضحه للجهاز الفني للنادي الاهلي، بيلعب 4 3 3 بتتغير الخطه ل 4 2 3 1. بعض الفرق الافريقيه بيبقى فيه عشوائيه كبيره في التمركز والادوار في سان داونز، يعني يمكن سان داونز النادي الوحيد اللي تلاقي لا في التزام وفي ادوار واضحه وتقدر تحدد الفرقه دي بتلعب بطريقه لعب، لكن القطن عنده مشاكل، والقطن كمان بيعيبه شيء مهم هو ضعف اللياقه البدنيه، يعني دي حاجه لاحظتها في مباراه سان داونز ولاحظتها في مباراه الهلال. في الشوط الثاني تحديدا بيبقى فيه هبوط شويه في اللياقه البدنيه للاعيبه القطن، وده غريب على اللعيبه الافريقيه. هم بيبداوا رتم عالي قوي بالزبط في بدايه المباراه. وبعدين يبدا بقى زي ما فاروق بيقول كده يتراجعوا بدنيا في الشوط، يعني هم بيبداوا فعلا المباراه بضغط، يمكن ما نقولش ان هو لان احنا عندنا احصائيه تسجيل الاهداف ما نقولش ان هم بيبداوا بشكل هجومي وفاروق بيقدروا يسجلوا، لكن هم بيبداوا بحركه دايما في كل اللعيبه بتبدا تضغط هي مؤشراتهم ما عدتش عليا قبل كده، يعني ما شفتش اول 40 دقيقه ما سجلوش ولا هدف. لا بيسجلوا ولا بيستقبلوا كانهم يعني ما جوش يعني هم يعني احصائيه غريبه جدا، يعني بيلعبوا بتوازن كبير جدا في يعني هم ما عندهمش حاجه يلعبوا عليها، يعني هو لو ما كسبتش مش هخسر، فعشان كده هي اللي عامله الاحصائيه ديت. ولحد من الدقيقه 41 للدقيقه 50 اخر خمس دقائق واول خمس دقائق في الشوط الثاني 33% من الاهداف اللي سجلوها في الوقت ده. يعني هم مركزين في الوقت ده تحديدا يعني، وبعد كده بقى بنشوف ان هو خليني وانت بتتكلم كده برضو نعرف الناس اقول لك ارقامهم. هم لعبوا 11 ماتش في الدوري بتاعهم، تمام. 5 فوز 6 تعادل هزيمتين، ارقامهم برضو في مسابقه الدوري اعتقد 5 فوز ده 1-0 بقى، يعني 1-0 هم ليهم سجلوا 11 هدف وعليهم 9 اهداف. يعني برضو ما عندهمش فعاليه هجوميه، يعني عندهم معدل هدف في المباراه، معدل هدف كل مباراه واستقبال تقريبا بمعدل يعني 0.9 هدف يعني 9 اهداف في كل مباراه. ترتيبهم حاليا الثالث في المجموعه، الدوري الكاميروني بيتلعب على مجموعتين، هم ترتيبهم الثالث في واحده من المجموعات. اكبر دليل على ضعف اللياقه البدنيه هو اغلب الاهداف اللي استقبلوها 25% اغلبها كلها بنسبه 25% في الشوط الثاني، فواضح ان هم يعني عندهم مشكله دايما في الشوط الثاني في غياب التركيز او بيفقدوا تركيزهم في الشوط الثاني من المباراه. طيب وعندهم يمكن الفيرود رقم 7 واسو دوت كان يعني هو ممكن ياخد عينك شويه كده من خلال متابعتي لمباراه الهلال ومباراه سان داونز. لاعب كويس، لاعب جاي بيلعب على المرمى،
هو قال ان هو مباراه النادي الاهلي بالنسبه لهم تحدي، وان هم مش جايين عشان خاطر يبقى يعني متاكدين ان هم يخسروا، لا هم جايين عشان يعملوا حاجه ويسيبوا بصمه كويسه في مباراتهم امام النادي الاهلي. واسو رقم 7 مهاجم صن داون، مهاجم القطن الكاميروني. طيب عايز اتكلم معاكم في سيناريو الماتش، رايتكم ليه ايه؟ هل تتوقع انه القطن جاي يلعب جيم متحفظ هنا، جيم مقفول هيتكتل زي ما الداخليه كانت متكتله طول المباراه امبارح، على وعسى يخطف نقطه التعادل، ولا متوقع ان هو يلعب جيم مفتوح قدام النادي الاهلي زي ما سان داونز مثلا جه، او زي ما الهلال لعب مع الاهلي في ام درمان؟ خلينا نتكلم على سيناريو الماتش، طريقه الاهلي، التشكيل الانسب في ظل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها سكواد الاهلي في الفتره الحاليه. خلينا نتكلم في ده مع بلال وفاروق مع في السادسه بس بعد الفاصل. بصرف النظر عن طبعا المردود المادي، وان كان واحد من اهم عوامل النجاح النهارده اللي بتعتمد عليه الانديه في اوروبا، لكن يبقى المردود داخل الملعب، ويمكن الاهلي اكثر الانديه اللي تضررت من عدم التواجد الجماهيري في مبارياتها، والجيل ده تحديدا اتظلم الحقيقه، لانه ما حسش يعني ايه جمهور او استاد يبقى فيه 100,000 ممكن يحركوا الحجر، صح ولا ايه؟ بالظبط طبعا، يعني الجمهور دايما يعني لسه بتتكلم على ماتش كنا لسه بنتكلم في الفاصل عن مباراه فيوتشر والجيش الملكي، يعني وكنت بتكلم مع احد لاعبي فيوتشر قبل الحلقه بيقول لي انا مش مصدق ان انا موجود في المغرب في الاجواء دي، انا مش متعود عليها، بيقول لي انا رايح، احنا رايحين بنلعب، احنا دايما هنا في مصر طبعا اجواء الملاعب كلها معظمها فاضيه من غير بدون جمهور، قال لي رحنا فوجئنا ان الاستاد على اخره طبعا جمهور بيهتف طول ال 90 دقيقه، الملعب بشكل ثاني، فالجمهور لا الجمهور عامل رئيسي. هي الصوره بتاعت المغرب يا فاروق حتى في كاس العالم الحقيقه نزل مشرف طبعا، خدت خطوات عملاقه في المغرب. يعني في المغرب يا يمكن انا ليا احتكاك بلعيبه المغرب وصحفيين كتير من المغرب، في المغرب لعيب الكوره مش نجم، لعيب الكوره ما تلاقوش بيعمل اشهار او اعلان، او هو مش فارق مع يعني جماهير اللي بتحضر رغم تعصبها ورغم التشجيع اللي بتشوفه ده، لكن هي بعد المباراه هي ما بتبصش لعيب الكوره، عشان كده تلاقي الرواتب وتلاقي الصرف على اللاعب المغربي او اللعيبه في شمال افريقيا بياخدوا رواتب تقريبا يعني اقل من ثلث الرواتب بالظبط، فهناك مش النجم لعيب الكوره لكن طيب. الجماهير هي النجم. هختصر مواجهه الاهلي والقطن في سؤال واحد وهسمع راي بلال وراي فاروق فيه. على الاهلي ويجب على الاهلي ان يقوم بكذا لتخطي مواجهه القطن، لانه انت بعد القطن رايح للمواجهه الاصعب طبعا مع سان داونز. يجب على النادي الاهلي انه يدخل مباراه القطن وفي نيته حاجه واحده بس، الهدف هدف واحد فقط وهو الفوز، الفوز والفوز بعدد كبير من الاهداف. لا ده اكيد يا بلال. والعوده يعني ما بقولش ما هو احنا بعد تصريحات كولر امبارح لما يقول شعارت ان اللعيبه ما عندهاش الرغبه في الفوز، فاحنا لازم بقى نبدا من اول وجديد، نبدا بقى نحفظ ونقول ان لازم مباراه القطن الكاميروني ندخلها بهدف واحد وهدف رئيسي وهو الفوز، والفوز بعدد كبير من الاهداف، وتوجيه رساله لسان داونز وللهلال السوداني ان النادي الاهلي متمسك بكامل حظوظه في المنافسة على مقعد المؤهل طبعا من دور المجموعات. وعايزين نقول بس في ختام الحديث عن النادي الاهلي، عايزين نقول الكلمة لكل لاعب في النادي الاهلي ان اللعب في النادي الاهلي نعمة، ونعمة كبيرة جدا مش هتعرف قيمتها غير لما تمشي من النادي الاهلي. لا هو مش بس كده، هو الفرصة انك انت تشارك في سكواد النادي الاهلي وتلعب اساسي في سكواد النادي الاهلي ده شرف عظيم جدا. في ناس كانت بتقعد عمرها كله على الدكة في انتظار بس انها تاخد فرصة المشاركة كاساسي، فبالتالي نتمنى ان الفرصه ترجع غاليه مره ثانيه، او انه اللي يجي له الفرصه ما يفرطش فيها بسهوله لانها قد لا تتكرر. فاروق بالظبط، يعني بعد المباراه اتمنى كل جماهير النادي الاهلي تخرج تقول فعلا لعيبه النادي الاهلي صالحونا، وفعلا لعيبه النادي الاهلي كانوا النهارده ضد القطن او في وقت مباراه القطن كانوا عايزين يكسبوا واظهروا ده من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 90 بيتحركوا من غير كره زي ما احنا اتكلمنا، لعب النادي الاهلي نفس ال 45 دقيقه ضد اسوان تتكرر تاني، كان كل الفريق متناغم تجانس تحرك بدون كوره، كانت رغبه شديده في الفوز بعد كاس العالم للانديه، فاعتقد ان لازم الروح دي ترجع تاني، ومستر كولر بعد مباراه الداخليه اعتقد استشف ده اتكلم مع اللعيبه في اهميه مباراه القطن اللي جايه. طيب هقف معاكم شويه مع قصه خروج منتخبنا، والهدف مش ان انا يعني احمل حد الفاتوره او ان انا اوجه الهجوم والنقد، لانه غالبا لا الهجوم ولا النقد بيغير من المسار شيء، لكن هنا يهمني فكره تطور المستوى. احنا كنا لسه من شويه بنتكلم على محمد صلاح مثلا، محمد صلاح خرج بدري وقدر ان هو ياخد تجارب مبكره جدا ساعدته في انه يطور من مستواه. واعتقد كلنا نتفق انه صلاح لو كان استمر هنا في مصر يعني ما اعتقدش انه كان وصل للنجاح او للمستوى اللي وصل له محمد صلاح النهارده. تعالوا نشوف قصه منتخب الشباب من منظور القدره على التطور، مش منظور مين هيحاسب على الفاتوره.
وهنا الفاتورة أكبر من إن حد يحاسب عليها الحقيقة. يعني هي الفاتورة لازم حد يحاسب عليها. لا هي كبيرة قوي يعني. يعني لازم حد يحاسب عليها ولازم ناس تطلع تقول لنا اللي حصل ده حصل ليه. ده جيل ومين كامل يتحمل المسؤولية. ده جيل كامل للأسف خسر فرص كبيرة جدا كانت هتتاح للاعبين زي ما حضرتك لسه بتقول كده ان هم يقدروا يسافروا بره. كانت هتتاح ليهم الفرص دي من خلال مشاركتهم في الاولمبياد مثلا، في خلال مشاركتهم في بطوله كاس العالم. كل الفرص دي الجيل ده اتحرم منها، مع العلم ان الجيل ده بيضم عناصر مميزه جدا على على المستوى الفردي، ولكن جماعيا وده خلينا نقول مين هيحاسب على الفاتوره اكتر. يعني بالضبط. اذا كان الجيل ده عديم الموهبه او عديم الامكانيات او مستحيل انه ياخد فرصه، يمكن ما كنتش تزعل قوي، لكن بالزبط. اذا كان في مواهب واذا كان في يعني ناس كان ممكن الحقيقه تاخد فرصه وتتطور وتفيد الكوره في مصر بعد كده والمنتخبات المصريه، ده خلينا نقول مين هيحاسب على الفاتوره اكتر. فكره كمان انه مش بس كده، يعني اضيف على كلام بلال يا فاروق، انه حتى الدوري المصري احنا ما بنشوفش في السن ده او في الفئه العمريه دي لعيبه بتشارك او بتتوهج او بتاخد فرصه على انها تكون عندها قدره على تطوير مستواها، وده يعني بالتاكيد علامه استفهام بالنسبه للمستقبل في الكوره في مصر. الموضوع مش قايمه بس اللي موجوده في منتخب مصر، لا هو في مشكله كبيره في منظومه الناشئين وقطاعات الناشئين والبراعم في مصر، يعني من بقى مدربين للاختيار للعين اللي بتقع على اللعيبه. يمكن بعد تجربه محمد صلاح كان في اكتر من كشاف من دوريات اوروبا متابعين البطوله وبيتابعوا منتخب مصر تحديدا، لان هم بقى في حاجه اسمها بره ادور على صلاح جديد، ادور على محمد صلاح جديد. يعني كلمت مع مع مع, مع كشاف منهم وتفاجئ جدا بالمستوى، قال لي ويا دي بقى يعني هل دول نفس الكواليتي اللي طالع محمد صلاح؟ قلت له واللعيبه دي اللي انت شفتها واعتقدت ان ما عندهاش كوره او 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 اديت تقارير سلبيه بخصوصها، اللعيبه دي كويسه وعندها الموهبه وعندها بس هم موجودين للاسف في منظومه غلط. المنظومه ما بتنجحش المواهب وما بتنميش الموهبه، دايما موجود في عقليه تنافسيه في سن هو مش مطالب منه التنافس. يعني مش مطلوب منه ان هو يحقق حاجه، مطلوب منه ان هو يتعلم كوره. دلوقتي لما يتصعد فريق اول تطلب منه ان هو ينافس وياخد بطولات. هسألك السؤال من وجهه نظر ان انا في موقع المسؤوليه، حضرتك عايز تفهمني ان الكاميرون ونيجيريا والسنغال والكاميرون عندهم منظومه محترفه ومكتمله الاركان وناجحه للدرجه ان يبقى عندهم العدد ده من المحترفين؟ تعال نشوف كده ارقام المحترفين من الدول دي، وتعال نشوف انجازاتهم على مستوى الانديه ايه او على مستوى قوه الدوريات بتاعتهم ايه. دي الدول الخمسه الاكثر امتلاكا للاعبين محترفين في عام 22. تمام، يعني طبعا بتاتي في على راس طبعا الجبل كالعادة نيجيريا طبعا بالظبط بتمتلك 394 محترف 66 يعني دوله في 66 دوله يعني عدد المحترفين كبير، وعدد الدول كمان اللي متوزع عليها المحترفين عدد كبير جدا. يجي في المركز الثاني غانا طبعا بتمتلك 311 لاعب محترف متوزعين على 63 دوله. كوتيفوار في المركز الثالث ب 213 محترف بيلعبوا في 55 دوله، وبعد كده السنغال عندها يعني رقم قريب من كوتيفوار ب 211 محترف في 53 دوله، وفي المركز الخامس الكاميرون بتمتلك 149 محترف بيلعبوا في 51 دوله. دول بقى المنظومه اللي يعني ما بتخرش الميه، دول البيئه اللي تقدر لا هي الناس دي خرجت بدري يعني العدد دوت. لو احنا بنتكلم عن بطوله افريقيا للشباب فاللعيبه دي عشان توصل منتخباتها هي راحت اوروبا الاول وبعدين اتطورت هناك يعني اتعلمت عندهم ان هم بيروحوا اوروبا يرجعوا المنتخب. احنا لسه كنا متفقين على موضوع صلاح، نقطه صلاح ان صلاح خرج بدري. صلاح لو كان اتاخر سنه او سنتين كمان، لو كان انتقل لاي نادي من الانديه اللي بتلعب في اطار تنافسي زي ما قال فاروق وبتنافس على بطولات، كان وقتها ما كانش هيتم السماح ليه صلاح ان هو يخرج، وكان هيبقى النادي ده عنده الحق ان هو يتمسك بلاعب طبعا كبير زي صلاح. ولكن صلاح الموضوع خدمه في ايه؟ انه بيلعب في نادي زي نادي المقاولين ما مش مطلوب منه طبعا بطولات، ما عندوش قاعده جماهيريه كبيره تقدر تغضب لو اداره النادي فرطت في لاعب زي صلاح. فصلاح خرج بدري وقدر يتمسك بالفرصه واتطور، والعقليه طبعا ساعدته جامد جدا. فاحنا الفرق بيننا وبين الدول زي السنغال والكاميرون ونيجيريا والدول الاحصائيات اللي احنا استعرضناها ان الدول دي بتسيب اللعيب بدري، بيخرج من هو عنده 12 و13 و14 سنه لدرجه ان هو ممكن ما يتقنش اللغه بتاعت بلده اصلا. سؤالي هنا بلال ويا فاروق، 12 و13 سنه ده بيخرج ازاي؟ انت لسه بتقول لي هنا اللعيبه بتاعتنا خسرت فرصه كبيره جدا انها تلعب في كاس عالم او اولمبياد عشان تتشاف، فبالتالي حد يفكر انه يقول لك والله انا محتاج اللعيب ده اخده معايا بره. تمام، انا قبل ما هنا اللعيبه دي طلعت بره
وبعد كده بعد ما تألقت وتدربت وتصنفرت وتلمعت وتوضبت رجعت على منتخبات بلدها. أنا قبل بس ما يقول فاروق لو تقدر تحكي لنا قصة روديجر لاعب ريال مدريد. طبعا هو كان خارج من قصته شهيرة جدا 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 أنه هو كان من أحد القرى الفقيرة جدا في أفريقيا، وكان بعد بقى ما وصل واختار تمثيل المنتخب تقريبا من سيراليون. القصة بتاعته ملهمة جدا أنه هو كان بيقول لك أنا في قرية لا أقول أنت قصة أنا يعني عندي موضوع تاني برضو أتكلم فيه مهم جدا. تمام يعني قصة روديجر لاعب ريال مدريد ولاعب منتخب ألمانيا أنه هو كان من دولة أفريقية فقيرة جدا، وكان بيقول أنه هو لما كان بيمشي هو ووالده كانت الناس بتبقى في الأسواق بتبيع مش لاقي حاجة للطعام ولا حتى أبسط الحاجات اليومية الاحتياجات اليومية، فهو اضطر والده ان هو ياخده ويسافر بيه لأوروبا. هو دي النقطة، ده الفرق، ان هم هناك مفيش حاجة تجذبهم او تشدهم ان هو يقعد ويستنى في البلاد الأفريقية ديت، فبيخرج مضطر لظروف المعيشة ان هو يخرج. كل أسرة هناك بتتمنى ان الناشئ اللي مسافر ألمانيا، هم طبعا قلبهم بيتقطع عليه وهو مسافر، لا بيتحرموا من ابنهم، ولكن هو رايح هناك عشان يعمل مستقبل يرجع من خلاله يفيد. على فكرة بالمناسبة معظم اللعيبة الأفارقة عندهم يعني بيبقى عندهم اصل وارتباط كبير جدا وقت ما ربنا بيكرمهم ويتألقوا بيرجعوا الكره دي وبيعم الخير على اهله وعلى بلدته وعلى قريته وعلى دولته. يمكن زي ما انت قلت بالظبط، المستحيل تكون الدول الافريقيه دي عندهم منظومه واحنا ما عندناش. الناس دي عملت ايه؟ ادت العيش لخبازه ببساطه. انا مش هقدر اطور لاعب ناشئ، هعمل ايه؟ ولا الاكاديميات يا فاروق بالظبط، الاكاديميات بتعمل ايه؟ بروح اعمل اتفاقيه مع نادي في فرنسا، اغلب الدول الافريقيه في الدوري الفرنسي، بعمل اتفاقيه مع نادي فرنسي، نادي فرنسي ده يعني بيعتبر النادي منجب ذهب، انا هروح اخد اللاعب والموهبه بس مقابل ده انا اروح اطور اللعيبه اللي عندهم، هبعت مدربين فرنسيين يبقوا متواجدين مع اللعيبه دي، يعلموا المدربين المحليين ازاي يطوروا الناشئ ويشتغلوا مع الناشئ بشكل كويس، بحيث ان اللاعب اللي هيتاخد زي مثلا جنراسيون فوت في السنغال، في اتنين لعيبه راحوا نيم قبل البطوله، قبل حتى البطوله، قبل ما يشوفهم، لان هم نيم موجود معاهم في السنغال وموجود معاهم في مراحل الناشئين وعارف امكانياتهم، وتم توصيه بلاعب واتنين. مؤخرا المغرب استفادت من التجربه دي، جابوا لاعب انا مش متذكر اسمه، لاعب مغربي فرنسي كان موجود في فرنسا طول حياته، جه وقعد وقالوا له احنا محتاجين نطلع جيل جديد للكره المغربيه، محتاجين نطور المواهب، نبحث عن المواهب المغربيه في داخل المغرب. عمل ايه؟ بدأ فتح أكاديمية محمد السادس، اجتمع بمدربين محليين اختارهم هو بعناية ودربهم ازاي اكتشاف الموهبة، ازاي الشغل مع المواهب، ازاي ان انت تشوف اللاعب ده موهبة فزة وتقدر ان هو تفيدك في المستقبل، وازاي ان انت خلال 3-4 سنين تأهله لان هو يبقى منتخب الاول. وشفناه في بطولة كاس العالم الاخيرة وناحي ولعيبة كتير جدا طلعت من أكاديمية محمد السادس وتم تطويرها عشان اوصل ل 12 اكاديميه دلوقتي. دي تجربتين او مثالين على اللي انتوا بتقولوا. عشان اوصل للكونكلوجن، الدايلما فين او علامة الاستفهام الكبيرة فين؟ انه مفترض ان كل الاطراف تبقى بتحقق مكاسب من وجود اعداد كبيره من المحترفين، الانديه هتبقى مصدر تمويل كبير جدا ليهم، المنتخبات هيعود عليها لما يبقى عندي يعني زي نيجيريا النهارده بتتكلم على 311 محترف، لما اجي ابص على شكل المنتخب النيجيري كمان سنتين ثلاثه من غير ما اتعب ومن غير ما ابذل مجهود عندي قائمه على كافضل ما يكون اخش بيها اي بطوله، اختار منهم افضل 30 لاعب اتمرنوا واتغذوا واحتكوا بمدارس تدريبيه وخدوا منافسات على اعلى مستوى، الانديه مستفيده، المنتخبات مستفيده، اللاعب نفسه بالتاكيد مستفيد. ايه اللي بيمنع؟ ايه العقبه واقفه فين؟ العقبه زي ما قلت لحضرتك ان العقبه ان هنا يعني الموضوع هنا مختلف شويه، ان كل نادي بيتمسك بلاعبته، بيبقى كل نادي عاقد امال على اللاعب ده حتى لو هو صغير. يمكن احنا التجارب كتير والاسماء كتير لو قعدنا نتكلم فيها، ولكن هي اتاحت الفرصه، ده العقبه، اتاحت الفرصه قدام الناشئ. يعني يمكن النادي الاهلي عمل حاجه محترمه جدا خلال الاسبوع الماضي واتاح لعمر سيد معوض لاعب النادي الاهلي الموهوب انه يقدر يعمل في فتره معايشه في احد الانديه الكبيره في البرتغال. نتمنى ان شاء الله انه اللاعب يوفق ويتم، هي دي بقى دي تبقى هي دي البدايه. النادي الاهلي كمان كان عمل خطوة قبلها انه لما ابرم اتفاقية مع احد الاندية في التشيك وارسل محمد مغربي لو نفتكر وميدو حسام وعدد ومجموعة من اللاعبين للاندية التشيكية ان هم يحتكوا في اوروبا ويتطوروا. دي خطوة، دي مش كل حاجة ولكن دي خطوة على الطريق. فاروق انا حاجتين بس اتكلم فيهم. اول سريعاً حاجة عقلية اللاعب
انا ما يعني لو جالي عرض في الدوري البلجيكي في الدوري البلجيكي او الدوري الهولندي او ما اقولش ان انا هروح العب في النادي الاهلي ومستقبلا بعد سنتين ثلاثه هاخد كام مليون وهبقى نجم في بلدي، ليه اروح الدوري البلجيكي؟ في لعيبه بتفكر كده، في لعيبه حتى بعد تجربه محمد صلاح بتفكر ان هي ما تروحش تحترف، وانا لا انا هنا نجوميتي في مصر افضل بكتير من الاحتراف، فدي محتاجه تغير. النقطه الثانيه زي ما استعنا ما قدرناش نقود المنظومه التحكيميه في مصر ولجأنا لشخص عنده افكار وعنده فلسفه ويقدر ان هو يطور الحكام واستعنا بيه، لازم نعمل كده في قطاعات الناشئين والبراعم، نجيب تجارب ناجحه وتجارب يعني اثبتت نجاحها وما اكثرهم ونستفيد بيهم في قطاع الناشئين والبراعم عندنا في مصر. طب ما نجيب اتحاد كره اجنبي وخلاص. يا ريت. هو ده اللي ناقص يعني. يا ريت. نورتوا الدنيا واشكركم. شكرا جدا. سريعا جدا، البارسا ولا الريال؟ انت طبعا بكره. لا ده احنا بينا تليفون بقى بعد بكره ان شاء الله. احنا على فكره هنقطعكم بكره. لا احنا الاثنين عاملين ماتشنج النهارده بيبي بلو، فيعني هتخلص تعادل شكلها. نورتوا الدنيا. شكرا جزيلا فاروق عصام وبلال محسن المتالقين، دايما بسعد بوجودكم معانا، نورتونا وشرفتونا. وباذن الله باذن الله ان شاء الله مباراه القطن خلاص، خلصنا فبراير دخلنا في مارس بقى ان شاء الله. مارس يبقى وشه حلو علينا، بس الوش الحلو مش كفايه، بجد محتاجين شغل. جمهور الاهلي يستاهل اكتر من كده واحسن من كده بكتير. وباذن الله ان شاء الله مباراه السبت تكون بتاعتنا، وبعد السبت ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه ونتقابل على كل خير.